بسم الله، أول طلعة بالدباب، الله يسر طريقنا بإذن الله، نستانس ونفلها، بنودي لنفوت بنفلها فيه إن شاء الله. هنا معبين الدباب فل، ناخذ أغراض بنروح للنفوذ إن شاء الله. اعذروني اذا كانت طلع خفافيه، لكن تخبرون صيف والرجال اللي كانوا شايلين الدباب كانوا عجلين يعني، وكل واحد انشغل في شغله. اي والله، فنزلت لكم اللقطات هذه البسيطه. طبعا يوم وصلت البيت غسلته ورتبته، كل شيء في شويه تراب تحت لكن ما عليه، اهم شيء ان في عبره كويسه. جاني تعليقات امس كثيره يقولون لي دخل المجلس، إذا أنت بتوقف يا محمد طربلة ودخل المجلس هناك، ولازم تشغله كل 3 أسابيع عشان السيرفس اللي أنت سويته ما يروح عليك. ما أدري هل هذا الكلام صحيح ولا لا، أعطونا تعليقاتكم. الليل معنا جن، بسم الله الرحمن.